بيحكي لنا النبي صلى الله عليه وسلم عن مشهد عجيب لراجل واقف مترقب عينه مش بتطرف قدام ميزانه يوم القيامة، ويزيد رعبه وهو شايف كفة السيئات هي اللي بترجح، وقدام الناس في مفاجأة يرمي بنفسه في كفة الحسنات، فاكر انه ممكن يتقلها فلا يزن عند الله جناح بعوضة، ويقرأ النبي فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. كل ده لأنه راح لربنا فقير الميزان، وانت لازم تروح بكرة غني، أفنيت حياتك في جمع كنوز تقابل بيها رب كريم. بس المهم تعرف ايه هي الكنوز اللي تجيبك عند ربك عزيز وتغنيك عن وقفة راجل زي ده.